بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم معانا في أول حلقة من برنامج نص صحة مشكل. حضرتك احنا في البرنامج بتاعنا تخصصات متعددة. أول برنامج متخصص هيكون فيه نفسية وتخاطب، تغذية علاجية وتنمية مهارات ومعلم تأسيس وجولي فونيكس. طبعا في البداية عايزين نقول ان احنا عملنا البرنامج بتكافل ما بيننا من بعضينا، انا والدكتوره حنان والدكتوره رانيا. طبعا في بدايه الامر معانا الدكتوره حنان حلمي، اخصائيه التغذيه العلاجيه ومدرب معتمد جامعه عين شمس. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. معانا الأستاذة رانيا مصطفى، أخصائي تنمية مهارات وجولي فونيكس، مدرب معتمد جامعة أكاديمية الطليعة والمجلس الوطني للتدريب. أهلا بحضرتك يا أستاذة رانيا. أهلا بك يا دكتور محمد. طبعا في البداية احنا عايزين نعمل البرنامج عشان نفيد الأسرة والمجتمع والطفل. طبعا في البداية هنتكلم عن التخاطب. التخاطب حضراتكم عارفين زي ما عارفين ان هو التأخر اللغوي للأطفال، سواء كبير أو صغير بيبقى فيه تأخر لغوي أو لدغات. احنا بنستغل في البرنامج ان احنا نعرف البيت أو الأسرة ازاي تتعامل مع الطفل. في البداية الأول هنتكلم عن امتى نقول ان الطفل متأخر لغويا ولا لأ. طبعا من سن سنتين لسنتين ونص بنقول ان الطفل متأخر. للأسف الشديد بعض الأمهات أو الأبهات بياخدوا الطفل بيسيبوه في البيت، يقولوا ده هيتكلم لوحده، لا مش محتاج تخاطب، الكلام ده كله. هو ممكن يكون دوت رد فعل من أولياء الأمور، لكن إن احنا ممكن نقول تبتدي إمتى إن انت تروح لدكتور أخصائي تخاطب من سن سنتين ونص لثلاث سنين لو الطفل عندك اللغة التعبيرية واللغة الاستقبالية عنده متأخرة، بنتم ان احنا نتواصل مع دكتور تخاطب. او في البدايه خالص بنبتدي ان احنا بنروح لدكتور انف واذن وحنجره، بنطمن على الحواس، السمع والنطق وجهاز النطق والكلام، عشان نتاكد من سلامه الحواس. في حاله ان طلع الحمد لله ان الطفل ما فيش عنده مشكله في السمع ولا في العضلات، بمعنى مشبك لسان او اللسان الرابط اللي احنا مسمين مربط اللسان، او في مشكله الفك او الشفه الارنبيه، بنبتدي ان احنا نتوجه. طبعا في البرنامج بتاعنا برضو ان احنا بنقول طفلك بيعاني من مشكله نفسيه او سلوك متغير او سلوك عنيف او عنده مشكله في التخاطب او تاخر لغوي او تغذيه العلاجيه، او عنده مشكله في سوء التغذيه، او بيعاني من نحافه، او عنده مشكلة في التأخر التعليمي أو صعوبات التعلم أو تنمية المهارات. في البرنامج معانا بنناقش الجزئية ديت. هنتكلم باستفاضة عن التخاطب. طبعا التخاطب منقسم لأكثر من أقسام. المشكلة الأولى إن الطفل بيبقى متربي في أسرة غير متكلمة أو غير متفاعلة، بمعنى الأم دايما مشغولة بالمطبخ أو للأسف الشديد بالموبايل او بالمشاهدة التلفزيون، وسايبه ابنها لوحده خالص، ملهوش اي تفاعل او تواصل، ما فيش كوميونيكيشن ما بينها وما بينه، ولا لغوي ولا بصري ولا اي شيء. فبالتالي ان هي بتعمل تاخر لغوي عند الطفل، او بيتاخر بيبتدي ان هو يتحول ان هو بيقدرش يتكلم، بمعنى ان هو بيبقى لغه الاستقبال عنده ضعيفه، بمعنى ان هو الام بتقدرش ان هي تتواصل معاه في لغه الاستقبال عنده ضعيفه، بالتالي بتأثر على لغة التعبيرية بتاعته، ان هو يقدرش يعبر عن حاجته الا بالاشارة، بيبتدي ان هو يشاور او بياخد كلمات بسيطة زي اللي احنا معروفة طبعا والدرجة عندنا في الحياة عندنا الطبيعية. فالام بالتالي ان هي بتترك والاب بنفس الوضع برضو في الشغل بتاعه، مشغول في شغله، فبالتالي ان هو برضو مفيش تواصل. او انت في البيئه بتاعته هو اتربى في بيئه غير البيئه، بمعنى ان هو بيكون مصري مثلا واتنقل في مكان تاني، او اتولد في بيئه تانيه في مكان تاني في بلد تانيه، لغه غير اللغه، فبالتالي ان هي بتاثر معاه في اللغه.
في بعض الحالات الأطفال بيبتدي إن هو يتكلم بس كلام مكسر أو كلام فيه لدغات أو عنده مشكلة في بعض الكلمات أو بيقلب الكلام إبدال أو حذف في حرف من الحروف. وللأسف الشديد الأم أو الأب بيتبعوا إن هما بيبتدوا إن هما يضحكوا على الطفل لما يقول حاجة بحرف مثلا معين بطريقة معينة، بدل ما بيصلحوها له بطريقة الصحيحة بيضحكوا عليه ويقولوا قولها تاني وكررها تاني. فدي المشكلة عندنا في الأم أو الأب أو في الأسرة ككل. طبعا بيجي بعد كده ما بخش مرحلة اللي هو الأطفال دي يجي تقول له سيبيه لما يخش الحضانة هيتكلم أو حطيه في الحضانة هيتكلم. هو جميل جدا إن احنا نحطه في الحضانة، أنا ما بمنعش إن احنا ننزل الأطفال في الحضانة، لكن إن احنا ننزل الأطفال الحضانة ما فيش تفاعل في الأسرة يبقى ملهوش أي فايدة. يعني إن أنا أنزل الطفل الحضانة وما خلوش في البيت كمان نتواصل معاه في البيت لغويا وأسيبه على الحضانة والتوكل على الحضانة فقط لا غير، فدي مشكلة كبيرة جدا. أو إن احنا بنسيبه مع مربية في المنزل والأم في الشغل والأب في الشغل، فبالتالي الأم برضو ممكن تكون المربية ديت لغتها غير اللغة على حسب البلد اللي جاي منها، فالطفل بيلقط منها الحروف أو الكلمات بتاعتها اللي هي مغلوطة. دلوقتي هنخش على دور التغذية العلاجية ودورها المهم جدا معنا. طبعا دكتورة حنان غني عن التعريف، دكتورة حنان حلمي دكتوراه جامعة حلوان وعضو مجلس تدريبي في مدرب معتمد جامعة عين شمس. ازي حضرتك يا دكتور؟ ازي حضرتك يا دكتور؟ ايه الاخبار في الجو اللي احنا فيه دوت في كورونا والحجر المنزلي؟ الحمد لله، الحمد لله يا دكتور. يا دكتور والله كنا عايزين نعرف ايه دور التغذية في تقوية الجهاز المناعي للطفل. هو الحقيقة يا دكتور، هو المفروض نتكلم عن تقوية الجهاز المناعي دلوقتي لكل الناس مش للطفل بس، وخصوصا في ظل الظروف اللي احنا فيها وفيروس كورونا المنتشر دلوقتي حاليا. بدأنا بعد الأحداث الأخيرة بدأنا نهتم بالتغذية العلاجية وبدأنا نهتم بالتغذية الصحية بالغذاء الصحي، بدأنا نعمل الأكل في البيت، بدأنا نهتم بالخضار، بنهتم بالفاكهة عشان نقوي جهاز المناعة بتاعنا عشان نبدأ نواجه الأمراض اللي ممكن تصيبنا في الوقت ده. طبعا اول حاجه في البدايه كده احب بس اقول نبذه سريعه عن فيروس كورونا. فيروس كورونا هو نوع من الفيروسات التاجيه اللي بيصيب الرئتين، وطبعا احنا عارفين يعني في ناس كتير جدا اتكلمت عن الموضوع دوت بقالنا حوالي 5 شهور او اكتر بنتكلم عن فيروس كورونا وبنتكلم ازاي نزود او ازاي نقوي جهاز مناعتنا جهاز المناعه عشان خاطر نواجه الفيروس دوت عشان لا قدر الله ما حدش فينا يتصاب. طبعا جهاز المناعة لو احنا ممكن نشبهه بالجيش اللي هو بيدافع عن وطنه او جاي يدافع عن وطنه. لما حد او اي حق يعني الغزاة جايين يحتلوه، صراحة لما يعني اي جيش بيبقى مستعد عشان يدافع بيبقى محتاج اسلحة. الأسلحة أو الذخيرة بتاعت جهاز المناعة اللي هو بيبقى محتاجها بيبقى محتاج الطاقة، بيبقى محتاج العناصر الغذائية الضرورية من الفيتامينات والأملاح المعدنية عشان يواجه أي غزو داخل الجسم أو أي مواد ضارة من الفيروسات أو البكتيريا اللي هتهاجم الجسم. بيبدأ يدور على الدعم المستمر اللي جايله من مصدر خارجي، بيبدأ يدور المصدر الخارجي اللي هو الغذاء الصحي او الغذاء المتوازن اللي احنا بناكله على مدار اليوم. ملقاهوش بيبدأ يدور في المصادر الداخلية بيبدأ يدور فيها وياخد احتياجاته. طبعا بعد ما ياخد احتياجاته مفيش دعم مستمر ليه، نتيجة احنا مثلا ما بناكلش اكل صحي او بناكل حاجة ضارة مش بنهتم باكلنا، بيبدأ يضعف جهاز المناعة. دلوقتي طبعا اخيرا لقينا منظمة الصحة العالمية طبعا في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها دلوقتي حاليا اهتمت برضو بالتغذية اهتمام كبير جدا عشان خاطر تقوية جهاز المناعة. لو جينا بقى اتكلمنا عن جهاز المناعة وازاي نقدر نقويه بالتغذية،
هنلاقي حاجات كتيره جدا. اولها اول حاجه البروتين. البروتين بيساهم في تكوين الخلايا، بيساهم في تكوين الخلايا التائيه اللي هي الخاصه بجهاز المناعه. طبعا البروتين منه نوعين، بروتين نباتي والبروتين الحيواني. البروتين الحيواني اللي هو اللحوم والبيض والالبان ومنتجاتها. البروتين النباتي اللي هو الفول والعدس والحمص. تاني حاجة تاني حاجة مهمة عندنا هي الألياف. الألياف مهمة جدا لأن هي بتساعدنا أو بتساعد الجسم للتخلص من الفضلات، وبتسهل حركة الأمعاء. هنلاقيها في الخضروات والفاكهة بشكل جيد طبعا. ثالث حاجة من الحاجات اللي بتساعد على تقوية جهاز المناعة هي البكتيريا النافعة الموجودة جوه الأمعاء. جوه الأمعاء عندنا نوعين من البكتيريا. دكتور معلش سوري، هو الدور الغذائي ده اللي حضرتك بتتكلمي فيه، هل هو مرتبط بسن معين ولا لجميع الأعمار؟ لا، لجميع الأعمار. أنا بتكلم دلوقتي عن جهاز تقوية جهاز المناعة بالتغذية لكل الناس، لكل الأعمار. تمام. دي مهمة جدا للكل. البكتيريا النافعة اللي بتعزز جهاز المناعة ديت موجودة في الأمعاء، لكن أوقات بتكون قليلة بسبب مثلا التغذية السيئة اللي احنا بناكلها، الأطعمة السريعة اللي احنا بناكلها، بناخد مضادات حيوية بشكل كبير جدا، بناخد أدوية من غير استشارة أي طبيب، المواد المصنعة، بنتعرض للتلوث مثلا بشكل مستمر. كل الحاجات ديت بتقتل البكتيريا النافعة اللي موجودة في الأمعاء. طيب نحسنها ازاي؟ نحسنها عن طريق البروبيوتيك اللي هو موجود في الحليب، موجود في الزبادي. عندنا بعد كده هندخل على الفيتامينز والمينرالز. عندنا طبعا الفيتامينات. فيتامين ألف مهم جدا جدا لجهاز المناعة، ومهم برضو للرؤية ولصحة الجلد وللبشرة. طبعا فيتامين ألف موجود في أنواع كتيرة قوي من الأطعمة. موجود في الجزر، موجود في البرتقال، موجود في الطماطم، موجود في اغلب الخضروات والفاكهه بنسبه كبيره. مش محتاجين اصلا ان احنا في نقطه مهمه، مش محتاجين ان احنا نجري على الصيدليات او نجري ان احنا نجيب الفيتامينز والمينرالز دي على شكل تابلتس او على شكل ادويه ونبدا ناخدها، لان الفيتامينز والمينرالز دي موجوده اصلا بصوره طبيعيه معانا في الاكل، ربنا خلقها لنا طبيعي، بناخدها وبناخد منها احتياجاتنا اليوميه. لكن كتر الفيتامينات والاملاح المعدنيه دي لما بناخدها على هيئه ادويه طبعا هي ليها اضرار تانية كتير جدا، يعني يمكن اخطر بكتير من ان احنا دلوقتي عايزين نحمي نفسنا او عايزين ان احنا يعني في اعتقادنا ان احنا بنقوي جهاز المناعة عشان خاطر ما نصابش بالفيروس. هو طبعا احنا مش بنقوي جهاز المناعة عشان نصابش بالفيروس، لا، ممكن نصاب بالفيروس، بس على الاقل هنلاقي عندنا جهاز مناعة قوي بيقدر يحارب او يقدر يقاوم الفيروسات اللي هي داخلينه. لكن احنا مش بنجزم ان احنا لو اخدنا الحاجات دي احنا كده خلاص مش هنتصاب، لا طبعا ممكن نتصاب، بس لما نيجي لو لا قدر الله حصل حاجه زي كده يبقى في جهاز مناعه قوي بيدافع وبيقاوم الفيروسات دي. جميل. طب احنا ازاي يا دكتور نقدر نقوي نعزز جهاز المناعه دوت بالطرق الغذائيه السليمه في البيت، ان احنا ازاي نقوي جهاز المناعه؟ نكمل النصيحه لاولياء الامور. نكمل. طيب نكمل بس بقية الفيتامينز والمينرالز.
وبعدين نخش في طبعا في حاجات تانية مهمة جدا لا تقل أهمية طبعا عن الفيتامينات، عن الفيتامينات والأملاح المعدنية. عندنا طبعا تاني حاجة الفيتامين ه أو فيتامين إي. فيتامين إي مضاد أكسدة قوي جدا، بيقوي جهاز المناعة، وده موجود في الزيوت النباتية. عندنا فيتامين سي أو فيتامين جيم اللي هو بيساعد على امتصاص الحديد، وبرضه بيدخل في تكوين جهاز المناعة، وبيدخل في تركيب الكولاجين. الكولاجين طيب، وهو طبعا موجود برضو في مصادر كتير قوي، مصادر غذائية كتير قوي، زي الجوافة، زي البرتقال، زي الفلفل الأخضر، موجود برضو بنسبة كبيرة قوي في الخضروات والفاكهة. عندنا برضو الحاجات التانية الفيتامينات، عندنا فيتامين ب 12 برضو مهم جدا، ونقصه بيسبب فقر الدم. عندنا الزنك، ده برضو بيعزز جهاز المناعة بشكل قوي، وبيدخل في تركيب الانسولين. موجود في الحبوب الكاملة برضو، وموجود في الحبوب. عندنا السيلينيوم، مضاد قوي جدا للأكسدة، وبيدخل في بينظم هرمون الغدة الدرقية، وموجود في المأكولات البحرية والألبان والحبوب الكاملة. حاجة كمان يا دكتور، الأعشاب، في كده يعني حبة أعشاب كده احنا دايما بنستخدمهم، ممكن نستخدمهم طبعا في الأكل، أو احنا نضيفهم على الأكل، أو احنا ممكن ناخدهم طازة. يعني مثلا عندنا التوم يعني مكافح قوي جدا للفيروسات، احنا ممكن ناخده طازة كده بشكل طازة. جميل، هو مستمر في الوقت الحالي اللي احنا في الفترة الحالية كل الفيروس ما فيهاش الا توم. احنا نقطعه حتت صغننة ونحطه في السلطة. عندنا طبعا الزنجبيل مضاد قوي جدا للالتهابات، طبعا احنا نقدر ناخده فريش او نقدر نشربه عادي. عندنا طبعا الكركم مهم جدا، ومادة الكركمين دي مضاد قوي جدا للالتهابات، وبتنظم نسبة السكر في الدم. جميل جدا. عندنا طبعا يا دكتور مش هنقدر ننسى المية يعني مهمة جدا. يعني معنى كده ان احنا ممكن كمان ندي تغذية علاجية للمرضى السكر في الوقت الحالي، ان هم يحاولوا ان هم يقووا المناعه عندهم. ايوه، كل الفيتامينز والمينرالز والحاجات اللي احنا بنقولها دي دلوقتي مهمه لكل الناس. يا ريتني اعيدها تاني يا دكتور، معلش، الجزئيه بتاعت الاطعمه اللي فيها تقويه المناعه خصوصا لمرضى السكر او الامراض المزمنه. هنعيدهم من تاني يا دكتور. تاني احنا بنقول كل الفيتامينات والاملاح المعدنية اللي احنا بنتكلم عليها دي لكل الناس المصابة. لا، احنا عايزين حاجة يعني تبقى اكتر متخصصة في علاج لتقوية المناعة للمرضى السكر او الامراض المزمنة، اقوى حاجة يعني ان احنا نقدر نحمي بيها الفيتامينز والمينرالز. ايه الأطعمة لو حضرتك يعني قوليها بالظبط؟ الخضروات، الفاكهة طبعا، ناخد اي نوع من الفواكه والخضروات. لا طبعا، هو في يعني في بعض الفواكه اللي بتعلي السكر، في الفاكهة الممنوعة اللي هي بتعلي نسبة السكر دي، لا طبعا. احنا لكن الخضروات كلها بشكل عام طبعا مهمة جدا ومفيدة جدا، وفيها نسبة عالية جدا من الألياف، اللي برضو الألياف بتنظم نسبة السكر في الدم. زي ما قلنا الزنجبيل والكركم والثوم والبصل، كل الحاجات ديت او كل الاعشاب دي مهمه جدا طبعا لكل اصحاب الامراض المزمنه او الاشخاص الاصحاء. برضو قلنا حاجه اخيره، الميه مهمه جدا لان هي بتنظم درجه حراره الجسم، بتساعد على انتقال العناصر الغذائيه في الجسم. مهمه جدا ان احنا اول ما نصحى الصبح نشرب على الاقل 2-3 كوبايات ميه، عشان خاطر نتخلص من السموم او السموم اللي كانت موجوده في اليوم اللي قبله. بعد ما نمنا وصحينا بقى نتخلص من السموم ديت. برضو عشان ما ننساش ان احنا نشرب ميه، ممكن ناخد قبل كل وجبة بربع ساعة 2 كوباية مية، وبعد الوجبة برضو بربع ساعة او نص ساعة ناخد 2 كوباية مية، وكده نبص نلاقي نفسنا ان احنا اخدنا احتياجاتنا الكافية من المية، 2-3 لتر مية على مدار اليوم. جميل جدا دكتور. في حاجة كمان اخيرة يا دكتور، في ظل الظروف اللي احنا فيها ومواجهة فيروس كورونا وتقوية جهاز المناعة، الدعم النفسي
أكيد طبعاً. الدعم النفسي للأشخاص سواء الأصحاء أو المصابين. أكيد. يعني ده مش بيقل أهمية طبعاً خالص عن التغذية السليمة في تقوية جهاز المناعة، لأن طبعاً الدعم المستمر ليهم وطمأنتهم دوت بيقوي جهاز المناعة طبعاً. أنا عايز أقول لحضرتك يا دكتور إن مشكلة إن أكتر الناس اللي بيصابوا بالفيروس كورونا بيبقى معظمهم من الحالة النفسية، من متابعة الأخبار بتاعت على النت والناس اللي بتتكلم وده بيموت وده بيروح وده بيصاب. فمشكلة الناس أكتر النفسية ديت اللي بيبقى أكترهم إصابة بفيروس كورونا. طب دكتور، احنا بمناسبة إن احنا جبنا سيرة الفيروس كورونا، عايزين حاجة نصيحة من حضرتك للمتعافين من فيروس كورونا كنصيحة غذائية، يعملوا إيه بعد التعافي من فيروس كورونا؟ بص يا دكتور، هو الأشخاص اللي هم تعافوا من فيروس كورونا في آراء كتير قوي حوالين الموضوع دوت، إن كانوا هم بيتصابوا مرة تانية بفيروس كورونا ولا لأ. لحد دلوقتي في جدل كبير في الموضوع دوت، في أبحاث بتقول بيصابوا، في أبحاث تانية بيقولوا لأ مش بيصابوا، لكن هم لازم يعني ياخدوا بيصابوا مرة تانية؟ اللي في جدل كبير في الموضوع، يعني بالرغم ان حضرتك في الوقت الحالي ان في حمله للتبرع بالبلازما المتعافيين للمصابين. تمام، لكن ممكن شخص اتصاب ممكن يرجع بعد شهر يتصاب تاني. اتقلت المناعه، ضعف المناعه حضرتك تقصدي؟ ممكن، يعني هو ممكن يكون هو بقى ما اخدش باله، ما بقاش برضو يهتم بالاكل الصحي، او هو لسه لحد دلوقتي في جدل كبير في الموضوع. يعني احنا ما نقدرش برضو يعني نجزم بالامر، لانه هو لسه ما حدش لسه الكلام مش اكيد. يعني في ناس بتقول ان هم بيتصابوا، وفي ناس تانية بتقول لا هو اساسا ما كانش خف من الاساس عشان يتصاب تاني. يعني هو لسه في جدل في الموضوع، لكن هو لازم جدل ياخد جدل من ناحية يا دكتور، يعني ان هو اصاب تصيب وبعد التعافي يتصاب تاني، بمعنى ان حضرتك قصدي ان هو خرج من الـ من الـ من المستشفى او من الدور الرعايه او الدور اللي هو كان فيه من فيروس كورونا واصيب تاني، او لم يتم الشفاء كامل 100%. لسه في دراسه في الموضوع. طبعا هو فيروس كورونا او كوفيد 19 دوت لسه غامض، وفي حاجات كتير قوي غامضه جدا جدا في العالم كله. في حاجات كتير جدا جدا غامضه طبعا، محدش فاهم بالظبط هو ايه اللي بيحصل في ايه، او هو ايه اللي بيحصل دلوقتي. فهو دلوقتي بيقولوا ان الاشخاص اللي اتصابوا وتم شفائهم، في علماء قالوا لا ممكن يتصابوا تاني، وفي علماء تاني قالوا لا خلاص هم كده، يعني اجسامهم خلاص اخذت مناعه من الفيروس، والجسم هينتج مضادات ليه، ومش هيتصاب بيه تاني مره تانيه. لكن هو في كلتا الحالتين هو لازم ياخد الاحتياطات الوقائيه او الاحترازات الوقائيه، ان هو يبدا برضو يهتم بنفسه من حيث النظافه، يبدا يهتم بالاكل الصحي، يبدا برضو يبقى في تباعد ما بينه وما بين الاشخاص. ما عشان هو كده كده بالتالي بعد التعافي او خروجه من المستشفى طبعا بيقعد 14 يوم في حجر منزلي لحد ان هو يتم الشفاء بالكامل. طيب دكتور، في خصوص التغذيه، هل في تغذيه او اطعمه معينه بتضعف المناعه لجسم الانسان؟ طبعا، وخصوصا الاطفال في الوقت الحالي ومرضى برضو الامراض المزمنه او السكر بمعنى ادق. تمام، لان معظم المصابين للاسف الشديد ان هم من مرضى السكر. الزيوت المهدرجه دي طبعا دي كارثة، ودي من أكتر الحاجات اللي بتضعف جهاز المناعة. عندنا برضو تاني حاجة المعلبات والعصائر المعلبة. مفيش حد يا دكتور ما بيستخدمش العصائر أو المعلب في بيته، يعني معنى كده ان الدنيا دي كلها هيبقى الاطعمه بتاعتها هيبقى مصابه. انا عايزه اقول لحضرتك ان كمان المناعة ضعيفة. إن في حاجة ده في حاجة كمان، يعني كارثة بتحصل في البيوت محدش واخد باله منها، اللي هو مع الحظر والولاد قعدوا في المدرسة،
جميل. بدأت الأمهات كل يوم تعمل كيكات وحلويات. ما هو ده اللي أنا عايز أقوله لحضرتك بقى، دور حضرتك إنها نعمل لهم يعني نعمل لهم إيه في البيوت، يعني ننصح الأمة في البيت تعمل إيه النظام الغذائي كويس لأبنائها، بحيث إن ما بنطلعش من الحجر ونلاقي مثلا مرضى سمنة وأمراض مزمنة من السكر، وتلاقي الأطفال كلها طالعة مريضة بأمراض تانية بعد الوجبات اللي كانوا بياخدوها الدسمة والكلام ده. تنصحي إيه في النهاية من الأمهات أو اللي في البيت عامة؟ لأن دلوقتي الراجل والزوجة هم دلوقتي اللي بيعملوا الأكل في البيت وكل حاجة، فننصحهم بإيه خصوصا في الأكلات معينة في وقت الحجر اللي احنا فيه؟ طبعا السكريات اللي هم شغالين طول النهار بيتنافسوا في عمل الكيكات والبسبوسه وده طبعا غلط جدا جدا، لان السكر بيضعف جهاز المناعه. السكر بيدمر جهاز المناعه. انا مش عايز اقول لحضرتك ان الكوارث اللي بتحصل في البيت بتحصل في البيوت، وبيتنافسوا ان هم بيعملوا بقى كيكات وبسبوسه وحلويات. انا مش عايز اقول لحضرتك ان كان عندي امبارح في البيت كان في منافسه شريفه جدا ومسابقه رهيبه في الكيكات والحلويات، وبيسابقوا بعض اخواتي ازاي يعملوا مين احسن اللي بيعمل اكل، وبيعملوا مسابقات كمان في الاكل، وبتعمل اختي ربنا يبارك لها ويحفظها يا رب وجميع اسرتي، عاملين حاجه جميله جدا في البيت، بس للاسف بتزيد قوي في الاكل، وبيعملوا حاجات دسمه قوي وحاجات يعني تخلينا نقعد ناكل ليل نهار لغايه ما خلاص هنضرب. اخر حاجه ممكن تقوليها دكتور، نصيحه اخيره لجميع المتواجدين في البيت في الوقت الحالي. نصيحة أخيرة طبعا إن هم يهتموا بشرب المية كتير، يخلوها كده من أولوياتهم، يهتموا بالخضار والفاكهة كتير جدا على مدار اليوم. طبعا بدل بلاش ناكل بقى الحاجات المصنعة من الدقيق الأبيض، لا ناكل العيش البلدي بتاعنا أبو ردة، ناكل حبوب، ناكل بقول. مش شرط ان احنا لازم ناخد البروتين من مصادر حيوانية، طبعا في ظل الظروف اللي احنا فيها برضو طبعا في يعني ناس كتير قوي قعدت من شغلها، مصادر الدخل قلت كتير جدا بسبب الفيروس، فمش شرط ان احنا عشان نقوي جهاز المناعة لازم ناخد البروتين الحيواني، لا برضو نقدر ناخد من البروتين النباتي الكمية البروتين اللي احنا عايزينها، مع طبعا الاهتمام بالخضر والفاكهة زي ما قلنا. نبتعد عن المقليات والمحمرات والمسبكات. طب كل الحاجات دكتور، ما ده كل الدنيا كلها بتاكلها في بيتها، يعني معلش سوري، البيت كله كل البيوت دلوقتي فيها المحمر زي ما حضرتك بتقولي والمقلي وكل الكلام ده وكل. كل الحاجات دي يا دكتور بتضعف جهاز المناعة، كل الحاجات دي بتأثر على جهاز المناعة طبعا. طب كل الحاجات يعني دي ما ناكلش حضرتك يعني ولا نعمل ريجيم؟ نعمل ريجيم قاسي بقى. لا هو الموضوع مش موضوع ريجيم، يعني هو انا بدل ما اكل حاجات مسبكة واحط كمية دهن كتير، لا انا ممكن اكل حاجات ناي في ناي، يعني ان انا احور في طريقة الطبخ نفسها. لا حضرتك ده ما ينفعش مع المجتمع المصري، انا اسفين كده حضرتك. المجتمع المصري انا دايما بحبين مثلا المحاشي والحاجات اللي هي بتبقى لازم تبقى زي ما بيقولوا حرشة كده، لازم الواحد يبقى قاعد على السفرة وبياكل بيبقى مبهج بالاكل اللي قدامه. لا طبعا يا دكتور لازم نهتم بالاكل الصحي كمان، الاطفال المياه الغازيه لا، هو ده اللي احنا عايزينه بقى، المياه الغازيه لا، شيبسي كاراتيه الاندومي، بس مش هينفع مش هنقدر ان احنا نمنع اولادنا من شرب الحاجات ديت او اكل الحاجات ديت يا دكتور. احنا ممكن نقول ان احنا نقلل الجرعات اللي هي بتتاخد، بدل مثلا ما بيشرب بيبسي مثلا 3 4 مرات في اليوم ممكن نشرب مره واحده، وتقليل نقلل المواد الغذائيه اللي فيها مواد حافظه زي ما بتقول الدكتور البيبسي ومش عايزين نقول اسماء، حاجه اللي فيها مواد حافظه كتير او اللي فيها صودا كتير جدا، فدي بتضعف المناعه عند الاطفال. الحاجات دي كمان يا دكتور اصلا بتخليهم اصلا بتسد شهيتهم وبتخليهمش اصلا ان هم ياكلوا الاكل اللي موجود في البيت.
يعني الاكل الصحي ما بياكلوش نتيجه ان هم متعودين خلاص هم شبعوا من الحاجات دي. فطبعا احنا لازم يعني مش هنقول برضو ان احنا نمنع قوي، هنقول نقلل زي ما حضرتك قلت، بس هو لازم لازم برضو نهتم بالاكل الصحي على قد ما نقدر معاهم. لازم هم دلوقتي في مرحله نمو ومحتاجين الحاجات الصحيه اكتر. ميرسي جدا يا دكتور على المعلومات المفيده جدا دي. طبعا زي ما الدكتور افادت ان في اغذيه تغذيه علاجيه صحيحه في البيت، والاغذيه اللي احنا نمتنع عنها او مش هنقدر نمتنع عنها او نمنع اولادنا منها، لكن هنحاول ان احنا بقدر الامكان ان احنا نقلل منها. والاطعمه اللي بتقوي المناعه والاطعمه والتغذيه اللي احنا نقدر ناخدها مع المتعافين من فيروس كورونا. طبعا كان معانا المفروض مبادرتين. المبادرة الأولى طبعا بفريق العمل كله علاج كشف وجلسات مجانية سواء تغذية أو تأسيس أو نفسية أو تخاطب لجميع أسر وأبناء شهدائنا الأطباء محاربي فيروس كورونا وشهدائنا من الشرطة والجيش. كشف وجلسات مجانية لأسرهم وأبنائهم سواء تأهيل نفسي، سواء تخاطب، سواء تغذية علاجية، سواء تأسيس تعليمي أو تنمية مهارات. طبعا بيشرفنا طبعا تواجدكم معنا إن شاء الله مع حزب مستقبل الوطن بالمطرية تحت قيادة اللواء علي الدمرداش نائب المطرية، والأستاذ عصام فؤاد أمين التنظيم، والأستاذ أحمد صلاح أمين الصندوق، والأستاذ عز السيد أمينة المرأة في المقر في المطرية. في أي وقت تشرفونا، علاج مجاني زي ما قلت لحضراتكم لشهدائنا من الأطباء والأطقم الطبية بالكامل سواء التمريض أو المساعدين أسرهم وأبنائهم، وسواء أبناء وأسر شهداء الجيش والشرطة. تحية للجيش والشرطة ويعني حامينا وربنا يبارك لنا فيهم ويحفظهم يا رب. دي المبادرة الأولى. المبادرة الثانية طبعا حاجة مميزة جدا ونادرة ان احنا بنلاقي حاجة زي كده بحد بيفكر لحد غيره، او ما بنلاقيش اللي بيفكر الا في نفسه، لا احنا بنفكر دايما للغيرنا. المبادرة الثانية اسمها اول مسكة قلم، والمبادرة دي بتاعت الاستاذة رانيا مصطفى اخصائي تنمية مهارات مدرس تأسيس جولي فونيكس مدرب معتمد من أكاديمية الطليعة والمجلس الوطني للتدريب. أهلا حضرتك يا دكتور. أهلا بك يا دكتور محمد، إزي حضرتك؟ عايزين ناخد فكرة كده يا دكتور عن المبادرة الجميلة اللي حضرتك بدرتي بيها. المبادرة ديت أنا عجبني الاسم جدا أول مسكة قلم، لأن الموضوع ده مهم جدا، وفي كتير من الناس بتحتار لما ابنها هيبتدي بقى عنده سنتين أو ثلاث سنين أو أربع سنين أبتدي معاه إزاي. وطبعا الوضع اللي احنا فيه بتاع الحظر ده خلاني افكر الاولاد بقت قاعده في البيت، مفيش حضانات، مفيش مدارس، مفيش نوادي. الطفل دوت هيعمل ايه؟ هيعمل حاجتين، يا اما هيقعد على الـ على الـ على التاب يفضل يلعب في الجيمز، يا اما في التلفزيون. فبالتالي فكرت ان انا اعمل حاجه تفيد الناس. وطبعا احنا في ازمه، يعني ان شاء الله ربنا يعديها، لازم كلنا نبقى مع بعض ونكون متكاتفين. فالمبادرة دي يعني بصراحة أنا بعشق التدريس وبعشق الأطفال، ونفسي أدي علمي للناس كلها وكلهم يستفيدوا. أول مسكة قلم دي أصل الكتابة، فلازم نهتم بيها. أصل الكتابة هي مسكة القلم. إمتى بقى بتدي مسكة القلم؟ وأي طفل ممكن يمسك القلم، بس مش اي طفل يقدر يكون مميز. يعني في اطفال كتير جدا بتمسك القلم بطريقه غلط. احنا المبادره بتاعت حضرتك ان احنا ازاي نمسك القلم ونكتب بيه، مش مجرد ان هي ماسكه قلم وخلاص، لا احنا عايزين اللي هي المبادره بتاعت حضرتك اللي هو ماسكه قلم ويكتب بيه فعليا، سواء يرسم او يكتب. ما هو احنا بقى قلنا الكلام دوت ان احنا بنوعي اولياء الامور والامهات ازاي نبتدي مع اول ماسكه قلم. اول حاجه ببتدي مع الطفل من سن سنه ونص لسنتين، وده بعمل معاه شغل مونتيسوري، وده سهل جدا اي ام. سن كام يا دكتور؟ من سنه ونص لسنتين. ده شغل مونتيسوري.
شغل المونتسوري دوت عبارة عن شغل متواجد من عناصر طبيعية في البيت. الأم ممكن تجيب حبل، أي حبل عندها، والمكرونة العادية يدخل كده. أنا بعمل حاجتين، بستغل وقته في الحظر وبنمي عضلات إيدي وبقويها. التطابق يعني دي المبادرة دكتور ولا ديت؟ دي في قلب المبادرة. أنا بشتغل معهم كده بالفعل، بننزل فيديوهات والأطفال بترسلها لي. طب بالمناسبة أنا شفت لحضرتك فيديو جميل، يعني مش عارف هتقدر حضرتك تعملي ولا لأ. كان في أغنية جميلة حضرتك عملتيها في فيديو من الفيديوهات، هستأذن حضرتك ممكن نوري طبعا. بس أنهي فيديو بقى؟ اللي هو أي حاجة اللام الشمسية على ما أتذكر. اللام الشمسية حلوة بس شقية، تتكتب وما تتنطقش، وصاحبتها الشدة. وبنعرف بقى الطفل عن طريق أغاني ايه هي حروف اللام الشمسية. طريقة جميلة جدا يا دكتور في ان انت تحببي الطفل نفسه في الكتابة او في القراءة او في التعليم نفسه. يعني مش بنعلم الطفل اللي هو التقليدي، بنقعده قدام ورقة وقلم واكتب، وزي ما بيقولوا بالسلاح يعني بالضرب انت عملتي حاجة جديدة ان احنا بنعمل الطفل نفسه بيحببه بأغنية في الكتابة. طبعا يا دكتور محمد، التعليم دي المبادرة يا دكتور. طبعا طبعا التعليم، ان انا اعلم طفل واديله ورقة وقلم ويقعد يكتب عمره ما هيستفيد. لازم انمي مهارات الطفل دوت، اجيب له عن طريق لعبة. الامهات كتير جدا بتعاني دلوقتي الفترة دي، انا بيجيلي يعني كمية اسئلة يعني كبيرة جدا. انا اعمل ايه مع ابني؟ ابني على طول بيزن، ابني على طول بيعيط، ابني على طول زهقان، ابني على طول ماسك التليفون. طب ما هو انت يا مامي او الاب او الام، طب انتوا ليه ما استغلتوش فتره الحظر دوت ان انا اشتغل مع ابني الانشطه؟ وهو ده فعلا المبادره اللي انا عاملاها، بتتكلم عن صحه نفسيه. طبعا حضرتك معايا في المبادره، يعني انا مبسوطه جدا ان حضرتك معايا والله العظيم بجد. بتفيدنا كتير. بتكلم مع الطفل في كل حاجه، حتى الرسم بنبعت له مثلا في الجروب ان هو ازاي يرسم، وبيبعت الرسمه، بستغل وقته. طبعا بنبتدي قلنا من سن سنه ونص لسنتين، بشتغل مع شغل منتسوري، شغل تطابق. بجيب مثلا يعني بنضرب امثله للام ان هي تقدر تعمل معاه حاجات في البيت. عصيان ستيك كده بتلونها باي لون حتى عندها في البيت، زي مثلا بجيب اربعه ونلونهم كل اتنين بلونين زي بعض. تقدري توفري لنا الحاجات دي في الحلقه الجايه ان شاء الله باذن الله، نوري اولياء الامور الحاجه على الطبيعه ونجهزها، وان شاء الله باذن الله نعملها الحلقه الجايه. ان شاء الله باذن الله. بنعمل له بقى للطفل تطابق. يفضل ايه بقى التطابق؟ مثلا انا كده اوريدي ملونه مثلا سيب اسود واحمر، يحط لي كل لونين جنب بعض. فكره ان هو يفتح ويقفل ازازه الميه جنبك، شغلي وهو قاعد جنبك يشتغل. في نفس الوقت انت بتنمي عضلات ايديه وبتستغل وقته في حاجه مفيده. بنبتدي بقى من سن سنتين ونص ثلاث سنين، يبتدي بقى يلون ويرسم. نعلمه الاتجاهات، علاقه الاشياء ببعض، علاقه المعلقه بالاكل، الزرار بالقميص، عشان ننمي مهارات الطفل ويبقى عنده ذكاء وعنده حصيله لغويه. الطفل ده يا دكتور محمد عامل زي الحصاله بالظبط، طول ما انت بتديله حاجات هو في كل حاجه، سواء التعليمي او التربوي او السلوكي او النفسي للطفل. الطفل بيتاثر باي مشاكل نفسيه في البيت بالزبط. في الاسره، سواء الزوج او الزوجه بيتاثر، وكلنا بنتاثر. حتى لو الطفل نفسه متضايق بيبقى مؤثر على البيت كله. فزي ما الدكتور ما بتفيد ان احنا نحاول نوصل ابننا لمرحلة أو لبر الأمان. بالفعل. اتفضلي يا دكتور. أنا عايزة أقول نصيحة بس لكل أم وكل أب، قول لابنك أنا بحبك. جميل. العامل النفسي ده مهم جدا للطفل. نفرغ نفسنا لو ربع ساعة في اليوم للأطفال. أشتغل معاه، أقعد وألعب معاه، أجيب لعبه وألعب معاه بيها. ممكن أضربه كده وأنا معدي يا دكتور؟ طبعا بالحب. انا عندي الحته دي ان انا مع اولادي ممكن اكون معدي او مع اولاد اخواتي،
اكون معدي كده راح مدي حته كده. ده برضك من من اسلوب المداعبه او الحب في البيت، ان يبقى فيه اسلوب مرح. انا عندي دقيق في البيت ما بستخدموش، اجيبه في صينيه واخلي الطفل يكتب عليه الحروف مثلا. جميل. اجيب قصه يقعد جنبي على حسب سنه طبعا. من سن كام يا دكتور نبدا مع الجزئيه دي اللي حضرتك بتتكلمي فيها او المبادره؟ ثلاث سنين، اربع سنين. ثلاث سنين. طب وبعد الاربع سنين؟ بعد بقى الاربع سنين بنشتغل بقى معاه اللي هو الشغل، ان انا بقى بعرفه الحروف بردك عن طريق شغل مهارات وتنميه مهارات، ان انا بجيب اي حاجه عندي متواجده. انا ممكن ان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه هوفر ان شاء الله الادوات دي واعملها مع ونعملها مع بعض ان شاء الله في الحلقه. انا عايزه الطفل اشتغل معاه بكل وسيله عندي. قصص، انا عندي دلوقتي كتاب مدرسه يعني مش مستخدم، كتاب مدرسه مش مستخدم، نجيب فقرة مثلا يعد يقرأ فقرة فقرة ويعد كلماتها، دي بتزود التركيز والانتباه. دلوقتي بقى في ملل، اخليه لو سن صغير مثلا اخليه يعد من 100 لواحد بس بالعكس. بالعكس ازاي دكتور؟ بالعكس يعني يقول 199 88 98 وهكذا طول ما هو ايه نازل عكس. انا لازم اشد انتباههم لان في مش كيف شتتيش انت كيف تقلب انتباهه. ايوه احنا عايزين في طرق تانية يا دكتور ممكن نفيد بيها بدل ما نعد بالعكس. كتير، ما احنا قلنا في انشطه كتيره جدا، احنا بنخلي الانشطه دي للتركيز والانتباه. دلوقتي من كتر مسكه التليفون الانتباه بتاع الاطفال قل، فهو ده اللي انا بركز عليه. هي دي المشكله. انا دلوقتي تنصحي الامهات في الوقت اللي احنا فيه يا دكتور، في الوقت الحجر طبعا المنزلي واللي احنا فيه ده دلوقتي، تنصحي ايه الام سلوكيا مع الطفل ان هي تنمي مهاراته بجانب التعليمي، يعني نعملها حاجه مهاريه مع تعليميه؟ ما هو ده بالفعل فعلا يا دكتور محمد اللي انا بقول لك عليه، ان انا بعمل انشطه تعليميه وفي نفس الوقت ترفيهيه. جميل. زي مثلا انا ذكرتها اني مثلا اجيب قصه على حسب سن او عمر الطفل. انا شفت برضو لحضرتك فيديو كده غريبه في الطبق. وبتدخلي فيه خيط وحاجات. ايوه الطبق بنجيب طبق فوم، اي طبق فوم، احنا كلنا بنجيب جبنه طبعا في البيت، طبق الفوم وبنخرمه ونجيب حبل ونخليه هو يدخل الحبل بطريقه، طبعا هي دي محتاجه شغل بس يعني زي مثلا هي دي الورقه بتاعتي وبخرمها كده وبجيب الحبل اخليه يدخل كده كاني بيعمل رباط جزمه مثلا. دي بردك عكس عكاس. عكس عكاس. دي بردك بتنمي عضلات الايد وبتخلي بردك الطفل عنده انتباه بقى اللي هو بيعمل ايه. جميل يا دكتور، اكيد طبعا للحديث بقيه طبعا اكيد. وعايزين بقى ماده دسمه اكتر من كده ان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه ان شاء الله. بشكرك يا دكتوره حنان على المعلومات الجميله. شكرا يا دكتور محمد. كلمه اخيره قبل ما نختم، نقول لهم ايه في البيت اللي قاعدين في البيت للتغذيه؟ اللي قاعدين في البيت اقول لهم اهتموا بالاكل الصحي طبعا، ناموا كويس جدا، اشربوا ميه كويس قوي، ما تتعرضوش للاجهاد والضغط العصبي بصوره مستمره عشان نقدر نحافظ على جهاز مناعتنا. تمام يا دكتور. دكتوره رانيا، كلمه اخيره بتنصحي بيها لاولياء الامور؟ انا بنصحهم يشغلوا وقت اطفالهم بحاجة مفيدة تنفعهم، يعني لازم استغل الفترة دي قوي. الفترة دي لها فوائد كتيرة جدا، الترابط الأسري يرجع تاني، ان الام تقعد تاني تذاكر مع ابنها، ان هي تقرأ معاه، تعمل معاه انشطة، يبقى في ترابط أسري وانشطة. لازم نستغل الاطفال في الانشطة، لازم الانشطة دي مهمة جدا جدا جدا. جميل جدا يا دكتور. طبعا زي ما الدكتورة افادت، التواصل الأسري للأسف الشديد احنا توجهنا للتواصل الاجتماعي او الانفصال الاجتماعي، اللي انا بسميه الانفصال الاجتماعي، مش التواصل الاجتماعي، الفيسبوك وكل حاجة. انا ببعد في البيت، بمسك الموبايل 24 ساعة اللي قاعدهم في البيت، برضو كل الناس كده للأسف الشديد بيبقاش في ترابط أسري
بيبقى فيه الترابط بالموبايل او بالتلفزيون مشاهده اي حاجه، فما فيش تواصل للاسف الشديد. طبعا بنتهز الفرصه ان انا اقدم التعازي خالص التعازي للدكتور ابو الخير احمد في وفاه شقيقته، اللهم ارحمها واغفر لها والهم اهلها الصبر والسلوان. البقاء لله يا دكتور احمد ابو الخير في وفاه شقيقتك. بشكركم وبكرر المبادره مره ثانيه، مبادره الخير مع اسر وابناء شهداء مكافحه كورونا من الاطباء والاطقم الطبيه بالكامل، وشهداء اسر وابناء شهداء الشرطه والجيش في علاج وكشف وجلسات مجانيه سواء تاهيل نفسي او تخاطب او تغذيه علاجيه او تنميه مهارات او تعليم تاسيسي تحت امركم زي ما ذكرت، وفي الارقام موجوده للتواصل. بشكركم وانتظرونا ان شاء الله باذن الله في الحلقه القادمه. ابنك بيعاني من اي مشكله نفسيه او اضطراب في لغه الكلام او في سوء تغذيه او عنده صعوبات تعلم ما عندوش تنميه مهارات، هنقوي ده كله. منتظرين اتصالاتكم ان شاء الله باذن الله في الحلقه القادمه او التواصل على الارقام اللي موجوده على الشاشه. اشكركم ودمتم في رعايه الله.